يستاهل يعني عندنا نمره النقد. طيب محورنا الثاني وقبل ما ننتقل له المحور هذا، انا ابغى اشكر بامانه باسمي وباسم اخواني النقاد اذا سمحوا لي الجميل علي الجعيدي. بامانه اليوم تميز بحضوره، فنان اعطى وقدم معنا تعبان، يقول يذكرني اني انا تعبان، يعني مثل قلت طيب تعبان شوفوا اذا هذا وانت تعبان يا ابو صالح كيف عدل صرت متعافي. مبدع، بيض الله وجهك ولا يغلب عليك دائما علي، حضورك مميز وملفت ومعطاء دائما، فشكرا لك باسمي وباسم زملائي. ننتقل للمحور الثاني يا زملائنا في الكنترول، او اعطوني الصوره، في صوره قبل صوره الصلاه. صوره الصلاه انا بصراحه احزنتني. شوف التقرير حق الصلاة، طبعا احنا عندنا تقرير راح نعرضه في فقرة النقد، الشباب من اللي كان غايب وحاضر في الصلاة عشان التايم كود، لان احنا اخذنا من التايم كود، الان هذا الشباب غياب يوم سكتبت